عيد الحب راه ما كاينش عيد الحب، فين هو الحب في هاد البلاد هادي؟ الحب راه إشاعة في هاد البلاد هادي، ما كاينش عيد الحب. راه اللي يدير راسو في الحب راه بحال اللي يدير راسو في النخالة نقبو الدجاج كي كنقولها. تا شنو دير صاحب شي؟ انا صاحب شي ما عندي ما ندير لها، وما كاينش صاحب شي اصلا في كاينه ولكن ما كايناش في الدماغ، فهمتي؟ هي كاينه ولكن في الدماغ ما كايناش باش نجيب ليها ولا تجيب ليها ولا داك الشيء. الا كان بنادم بغى يجيب يجيب لامو، علاش غايجيب لصاحبته؟ واش كاينه ولا لا؟ الوالدين هما الاولين، هي تجيب ليا، هي تعطيني ونقول لها بيزو بوكوسا ديالي صافي، الله يجعل البركه. مزيانه مزيان، كلشي كيحب. الا ما كانش الحب حاجه ما كاين. كاين الحب، كاين الحب، كاين الحب مزيان. كان بوسها، كان هدي لها واحد الوريده، كان بوسها، كان عنقها. الحب ما امنش بها انا، انسي ما كاينش حب في هاد البلاد، ما كانت دي لا والو. وهي الا بغات تجيب ديك الساعه ماشي مشكل، زندي لها انا لا. عيد الحب لا، معليش مع داكشي ما كنآمنش به، داكشي ما كنآمنش به وصافي. ماشي ما ماشي كالحب، هو روح مشيني ولا باش تقول لي العيد الحب عندنا اصلا هو ما كاينش في المغرب، داكشي غير الدول الاجنبيه هما اللي عندهم ديك الثقافه، حنا لا. الحب يعني كاين في المغرب، نقدر نقول لك نقدر نقول لك لا. عيد الحب راه ديما كاين، ديما انا عندي مع وليداتي. اما باش غنقول لك على شي واحد اخر، ما المهم الحب ديالي انا مع وليداتي، اما دوزت انا الحب لشحال هادي. اخويا اش غنقول لك؟ ما قليل، ما بقاش داكشي ما ولا غير مصالح وهادشي اللي كاين، شي حاجه صحيحه ما بقاتش. عادي بحال الزوجه ديالك كتحبها تقدم لها شي كادو، على حسب. الحب راه ما كاينش في المغرب، لا بغيتي تلقى مع قاوريه ولا مع شي واحد اخر في المغرب راه ما تحلمش فيه. تجمع لها شي فليسات، شي حاجه، شي سنسله، شي قرميطه، المهم تسال ما كل شيء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.